نروح للمزيان. المزيان بدر بنوم، بحييك يا بدر وببارك لك على ادائك المميز كالعاده، مستوى رائع ومميز، وشخصيه النادي الاهلي على طول بقت هنا عند بدر مجرد وصوله للقاهره. مبروك، سوبر جديد، بطوله جديده بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي، وعلى المستوى الشخصي بتدخل مع بدر بنوم. حابب تقول ايه يا بدر بعد الفوز؟ اولا الحمد لله على التتويج، وده ثاني لقب ليا، ثاني لقب سوبر، كنت فزت باللقب الاول مع فريق الرجاء البيضاوي. الحمد لله اليوم كنا بنواجه فريق مغربي، ده كان احساس بالنسبه لي احساس مختلف، وفريق اللي كنت قضيت مع موسم اعاره او كله وكل احترام. وبخصوص المقابله، كنا عارفين ان راح تستنانا مقابله صعبه امام خصم اللي عنيد قوي. حاولنا نخش من اول الماتش واحنا مركزين على سير ما يجيش فينا جول، ونحاول نجيب جول بدري عشان نسهل الماتش علينا. الحمد لله فضلنا مركزين لغايه الشوط الثاني، واول جول فتح لنا المقابله، وكنا عاوزين نجيب جول ثاني علشان نلعب براحتنا. والحمد لله اليوم شفنا مجهود كبير من كل اللاعبين بدون استثناء، وحتى اللاعبين اللي ما كانتش موجودة في السكور كانوا بيدعمونا بقلبهم. وأود أن هذه من اللقب ده ولكل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله. كل كان ليه دور، الجهاز الفني كان ليه دور، اللعيبة كان ليهم دور، لكن جمهور النادي الأهلي كان دوره أكبر النهاردة يا بدر، رغم قلة العدد لكن هتفوا بشكل كبير وسندوا بشكل كبير. إحساسك وأنت بتشوف جمهور النادي الأهلي رغم قلة العدد دي يا بدر؟ اولا دي حاجه حلوه بالنسبه للاعب، احنا بقالنا فتره كبيره ما لعبناش اما قدام جمهورنا من بعد كاس العالم اللي كان هنا في قطر. الحمد لله احنا اول ما بنخش الملعب ونلاقي جمهور الاهلي، دي حاجه بتفرحنا وبتخلينا نادي اكثر كويس علشان نرضيهم. الحمد لله اليوم ما خيبناهمش وهدينا لهم هذا اللقب، ونتمنى ان شاء الله اننا نهدي لهم كل الالقاب اللي بننافس عليها السنه دي ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. شكرا.